بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم أنيس مروش من قناة اقتصادي بيت أنيس مروش. نكمل في الوحدة الرابعة، تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن. The development of chemical sentence towards equilibrium. أوكي جماعة، شوف معاي الوحدة هذه الأحمض والأستاذ نفهمها مليح. اللي ما شاهدش الفيديو تاع وين خدمت الحمض وعرفته مليح وخدمته مليح لازم يروح للبلاي ليست ويشاهدوا الفيديو تاع الحمض، مفهوم علينا. درك نجيو اللي هو الفيديو رقم واحد في هذه السلسله من الفيديوهات الخاصه بهذه الوحده. اليوم ان شاء الله راح نكملوا مفهوم الاساس لا باز. اذا ركز معايا، اذا قلنا الدرس هذا فيه اجزاء. اول جزء هو الاحماض والاسس والتوازن الكيميائي فقط عذرا عن المقاطعه. جماعه لايك للفيديو باه يوصل بزاف وباش جماعة وشي، وعندي سبسكرايب للقناة وكومنت للفيديو إذا ما كنتش مشترك، وشعل مدى جرس إشعار به يوصل كل فيديو نحطه مباشرة. إذا قلنا أول قسم راح نبدأ به في هذه الوحدة الأحماض والأسس والتوازن الكيميائي. إذا أول نقطة في هذا الجزء مفهوم الحمض والأساس. هضرنا على الحمض في الفيديو الماضي اللي هو أول فيديو في هذه القناة، عفوا في هذه السلسلة. خدمنا تعريف الحمض حسب بروشد، خدمنا أمثلة عليه، وخدمنا إذا تعريفه حسب انحلاله في الماء، وخدمنا الحمض القوي والحمض الضعيف. إذا سنقوم بنفس ماذا؟ بنفس الكيفية، راح نديرو بلا ميم ميثود مع الأساس لاباز. إذا باء بعد ما تعرفنا على ألف مفهوم الحمض، باء مفهوم الأساس. إذا نقص وتيرة الشرح نبداو نقطة بنقطة. إذا حسب برونشيت جماعة، على حسب نقولوا حسب برونشيت بيس كاين علماء بزاف حطوا تعريف حسب ماذا، حسب دراستهم لماذا للحمض أو الأساس. إذا نحن راح نقرأوا هذه السنة حسب برونشيت. إذا حسب برونشيت الأساس ب، إذا نرمز للحمض ب أش أ والأساس نرمز له ب بركة. هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان او شاردية. اذا كما شفنا قلنا الجزيء هو ماذا؟ يحتوي على اكثر من ذرتين. الحاجة ولا ماذا الصيغة الكيميائية اللي تلقاو فيها اكثر من ذرتين نسميوه الجزيء. واللي نلقاوه شحنة فوقه زايد ولا ناقص 2 ولا زايد 3 هذاك نسميوه شاردة. اذا جزيئيا كان او شاردية، قادر على ماذا؟ على تثبيت أو اكتساب ماذا؟ بروتون هيدروجيني أي آش بليس خلال تفاعل كيميائي. الأساس مش مريح هكذا يستنى حتى يجي آش بليس، لا جماعة، إنما لازم يدخل في تفاعل كيميائي باه تجي حاجة مثل آش بليس باه يديها هو ويثبتها أو يكتسبها، مفهوم علينا؟ وفق المعادلة. إذا ركز معايا، إذا ها هو الأساس، الأساس بي. إذا يقوم باكتساب، إذا عملية جمع أو زائد، يقوم باكتساب أو تثبيت بروتون H بليس أو بروتون هيدروجيني، فماذا؟ فيصبح بـ H بليس. إذا هذا هو ماذا؟ طبقنا التعريف ولخصناه في معادلة. أعيد حسب برونشيت، ما هو الأساس؟ الأساس هو كل فرد كيميائي كان جزيئيا أو شاردية كما راح نشوفوا أمثلة إن شاء الله. إذا ماذا؟ قادر على ماذا؟ قادر على اكتساب بروتون هيدروجيني او اكثر خلال تفاعل كيميائي. من الاخر اجمعه يجيب اش بليس يلصقوا فيه ويولي باش بليس، هذا هو الاساس حسب بروشت. قادر المصحح اذا لم تكتب له حسب بروشت يعطى لك الصفر مباشره، خاطر العلماء كل تعريف ماذا؟ كل ماذا؟ كل عالم حط التعريف، والله اعلم. اذا ركز معي راح نشوف الان حسب الانحلال. هيا ركز معايا، علاش اكثر الاسئله في البكالوريا راح يجيك ماذا ايضا دراسه تفاعل ماذا حمض او اساس في ماذا في الماء، وبالتالي لازم التلميذ يعرف يخدم توب، لازم ذا توب يا جماعه يعرف يخدم المعادله انحلال الحمض والاساس في الماء. هيا ركز معايا، ينحل الاساس ب هو في الماء ماذا وفق المعادله. هيا ركز معايا، اذا ب زائد H2O، إذا الأساس زائد الماء وش يمدلك؟ ركز معايا مليح، الـ H2O اجمع يا أخي هو وشي؟ هو H و... ولاصقة هنا O ولاصقة هنا O يا أخي، هكذا جماعة. يحكم الـ OH هذا تحكم الرابطة هنا تتكسر، تبقى H وحدة، الـ H هذه تولي لك H بليس ويديها الـ B ويولي بـ H بليس ويبقى الـ OH ناقص واحد وتجي لهنا. نعاود الـ H2O هو OH زائد H،
الاش هذه اللي هنا جماعه يديها البي ويولي بي اش بليس، ويحقق لنا تعريف الاساس انه اكتسب بروتون هيدروجيني بروتون اش بليس، ويبقى لك من الماء او اش، ولينا شريده الواش ناقص، ونحطها لهنا ظريفه خفيفه وفضينا. اعيد، اذا ندرس جيدا معادله انحلال الاساس بي في الماء، خاطر جماعه عاودكم اغلب ليس كل اغلب التمارين اللي تطيح في البكالوريا خاصه بهذه الوحده الاحماض الاسس تطيح لك مدى تفاعل ولا دراسه التفاعل حاجه تنحل في الماء، اذا كانت حمض او كانت اساس لا يهمنا. ليسوسال اني رشحت لك مبيان تعريف الحمض في الفيديو الفارق، ورانا هنا مع الاساس، ركز معي. اذا الاساس بي جماعه ينحل في الماء، الماء H2O، H2O فيه الاش وفيه الواش، اش يديها البي ويحقق لنا التعريف انه اكتسب لنا اش بليس او اكثر. يا جماعه ماشي لازم يكتسب وحده بقدر اكثر، كاين تفاعلات او انواع كيميائيه تكتسب ماذا اكثر من بروتون هيدروجيني او اكثر، لكن الاغلبيه يعني في التمارين يعني اصارحكم والله اعلم انه يجيكم ماذا، يجيكم اش بليس. الاكثريه تاع الاسس اللي تجي ماذا تكتسب اش بليس واحد فقط، هيا ركز معايا، لكن لا يكون علمكم انه يقدر يكتسب اكثر من اش بليس اكثر. اذا ركز معايا، اذا قلنا بها هو الاش 2 او هو اش او اش ناقص، اش بليس واش ناقص. يا جماعه اش بليس يديها البي ويحقق لنا التعريف انه اكتسب بروتون هيدروجيني اش بليس، وتبقى لو اش ناقص هذيك وحدها تخزر تجي وتقعد هنا وتقعد هنا. جماعه واش لاحظنا؟ اذا الاساس يا جماعه اذا حل في الماء يعطي لنا ماذا؟ شوارد او اش ناقص التي تسمى ماذا؟ شوارد الهيدروكسيد. اذا هيدروكسيد ايونز، اذا شوارد الهيدروكسيد، ركز معي. وبالتالي ماذا؟ يمكن القول ان الاساس هو كل فرد كيميائي قادر على اعطاء شوارد الهيدروكسيد او اش ناقص اثناء انحلاله في الماء. ممتاز، جيد. اذا يا جماعه كي درنا المعادلة وخدمناها ماذا لاحظنا؟ لاحظنا الأساس بي إذا انحل في الماء، أي انحل في الأش 2 أو، بالطبع يحقق التعريف ويكتسب أش بليس ويعطي لنا ماذا؟ أو أش ناقص. إذا ماذا؟ يعطي لنا شوارد الأو أش ناقص هيدروكسيد ماذا؟ أيونز. أوكي، إذا ركز معايا نعاود. وبالتالي يمكن تعريف أن الأساس هو كل فرد كيميائي إذا انحل في الماء يعطي لك ماذا؟ أو أش ناقص. جماعة الكيفية تاع ماذا هذه المعادلات، وخاصة كي زيد راح نشوفوا الأمثلة مع بعضنا، يجب أن تحفظوا طريقة وتفهموا طريقة كيفية معادلة كتابة حمض في الماء، انحلال حمض في الماء أو انحلال أساس في الماء. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ركزوا معايا يا جماعة. إذا سيبو عرفنا الأساس، إذا في انحلاله في الماء ماذا؟ هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدروكسيد أو أش ناقص في، إذا ماذا؟ خلال تفاعله مع الماء. إذا ركزوا معايا يا جماعة راح نروحوا أيضا كما عرفنا الحمض القوي وعرفنا الحمض الضعيف. جماعة كاين أساس وسوس يا جماعة كنحطوها في الماء، ماشي الكمية تاعها كاملة تنحل وتمد لك أش ناقص، لا، كاينه جماعه اللي تنحل كامله، كاينه تحطها كامله تفض تمد لك واش ناقص، معناها عند نهايه الانحلال في الماء تاعك البي تاعك الاساس كامل كامل فض انتهى. هذا نسميهم اسس ماذا؟ قويه. واش هي؟ سترونغ بازس. اذا سترونغ بازس، اذا اسس قويه، ممتاز. وكاينه جماعه اسس يا جماعه كنحطوها في الماء كمية منها تنحل وتمد لك واش ناقص، وكمية منها ما تتحلش تبقى كيما راها أساس. هادي واش يصرى؟ انحلال جزئي، ونسميوها ماذا؟ أسس ضعيفة، ويك بازس. أوكي جماعة، إذا فهمنا جماعة، إذا كاينة جماعة أسس كنحطوها في الماء ماشي كاملة تنحل وتمد لك ماذا؟ تمد لك واش ناقص، إذا هذه نسميها أسس ضعيفة. وكاينة جماعة اللي تحطها في الماء وكاملة تنحل وتمد لك واش ناقص، معناها كمية هذاك الأساس يفض معناها كامل يولي بي أش زايد وأش ناقص. هنا واش نسميوها جماعة؟ أساس ماذا؟ أساس قوي، سترونغ باس. هيا يا جماعة نروحوا الأمثلة بنوضحوا الفكرة أكثر ونفهموا الفكرة أكثر ونمدوا شوية ديزاستيس. هيا معايا أمثلة إكزامبلز، راح نبداو بأول مثال هو هيدروكسيد الصوديوم، ولا نفس الشيء أيضا شوفوا الكا أو أش اللي هو ماذا؟ هو ماذا؟ هيدروكسيد البوتاسيوم أو الاسم المختصر البوتاس. ممتاز، راح نشوفوا مع بعضنا هيدروكسيد الصوديوم صح، وبعد نتحدثوا على الكا أو أش بالطبع لهم راهم نفس الطريقة. نبداو مع بعضنا،
هيدروكسيد الصوديوم او اش هيدروكسيد والان الصوديوم يبتلي هيدروكسيد الصوديوم هو اساس قوي هو اساس قوي يا جماعه ايضا هيدروكسيد الصوديوم ولا الكا او اش اللي هو ماذا هو الهيدروكسيد البوتاسيوم هذا مجموعه اسس قويه نعطيكم استيس يا جماعه انطلاقا من التمارين اللي حليتهم العام الماضي كي كنت باكالوريا يا جماعه اكثر التمارين اللي حليتهم انه اذا كان الاساس لاصق فيه الاو اش هذاك اساس قوي يا جماعه هذه استيس وكالعاده الله اعلم مفهوم عندنا اذا فالله يبقى هو العليم يا جماعه هيدروكسيد الصوديوم ان او اش هو اساس قوي كما قلت لكم يا جماعه الاسس اللي فيها الاو اش لاصق ديما راها اسس قويه ينحل في الماء وفق المعادله NaOH مباشره يعطى لك ال Na زايد والواش ناقص انقسم واحد يدي زايد وواحد يدي ناقص ويتشردوا لما بعضهم اذا كما قلنا بصح تقول لي استاذ راك نسيت ما كتبتش الاش 2 او لا ما نسيتش يا جماعه بيناتنا جماعه وما ندخلكمش في التفصيل وما نخرج لكمش على المقرر تاعكم تاع البكالوريا تاع الفيزيك جماعه الان ا او اش ولا الكا او اش جماعه هذا مش بهم الاسس القويه نقدر نقولوا بيناتنا برك ما نقولش ما تكتبوش الاش 2 او في المعادله مباشره طول هذه راها قويه جماعه مفهوم علينا هذه راها قويه ما تحتاجش الاش 2 او ما تحتاجها بصح بيناتنا برك جماعه ما نزيد لهاش الاش 2 او باش نحلي مباشره عطيك الان ا زائد واش ناقص من الاخر جماعه بيناتنا برك في الاسس القويه اللي فيها الاو اش ما تحتاجش يا جماعه الاش تي او معناها حط ان ا او اش تساوي انا بليز زائد زائد اش ناقص وفض عليك الخدمه الكا او اش نفس الشيء ها جماعه كيما قلت لكم الكا او اش هو ماده اساس قوي خاطر فيه الاو اش ما نديرو زائد اش تي او مباشره نديرو تساوي كا بليز زائد او اش ناقص بالطبع هذه يا جماعه راها وشي معادله انحلال في الماء ما نكتبوش الاش تي او يا اخي فهمتي واليا يا جماعه بيناتنا راني هدرت لكم درك يا جماعه شوفوا الاسس الضعيفه هذه وسي استيس اسمع هذا مش علم دقيقه استيس بيناتنا برك ان شادر ان اش 3 خاطر يا جماعه كون نبقى نفسر لكم نخرج لكم على المقرر ونولي جماعه تولي مع تحطوا معلومات في راسكم ما عندكم على هزينها كي يوصل الانسان هذاك المستوى يتوسع في هذاك الفكره ان شادر ان اش 3 هو اساس ضعيف يا جماعه باش تعرفوا الاساس الضعيف ماش الله اعلم اعطيتكم استيس تعرفوا بها اذا كان الاساس قوي ولا لا تلقاو فيه او اش راك معايا وما يحتاجش تكتبوا الاش 2 او في المعادله النشاد ان اش 3 هو اساس ضعيف ينحل في الماء وفق المعادله الاساس الضعيف يا جماعه الان اش 3 هذا النشاد هذا اساس ضعيف تحطوا الاش 2 او يا جماعه في المعادله بكري في الاساس القوي ما حطيناش وهضرت لكم بيناتنا علاش بيناتنا برك راكم معايا هاو الان اش 3 يا جماعه كالعاده كيما خدمنا هنا الاش 2 او هو عباره عن او اش او اش ان اش 3 ديما 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 الاساس يدي اش بلس اذا الاش هذه تولي اش بلس الان اش 3 مع الاش بلس اذا كده يولي اش بلس يا ربعه اذا الان اش 4 والبليس تاع اش بلس تجي تقعد لهنايا وكالعاده يبقى لك او اش ناقص ها هو لهنا نعاود الفكره هذه تاع الامثله باه زيد تتوضح الفكره اكثر ويفهمونا التلاميذ نتاعنا وباه يشاهدوا حاجه تعجبهم صح وتقنمهم وتقنعهم معايا معنا نتغلي قنع شفنا هيدروكسيد الصوديوم ولا هيدروكسيد البوتاس قلنا اسس قويه استيس يا جماعه الاسس القويه ديما واش يا جماعه تلقاو لاصقين فيهم او اش راكم معايا وهذا ما يحتاجوش تكتب لهم اش 2 او في المعادله راها معادله انحلاله اي راه معادله انحلال في الماء بصح كيما نقولوا حنا زعما ما يحتاجش الاش 2 راه اساس قوي ما يحتاجش الاش 2 وراكم معايا مباشره تحط ان ا بليز تقسمو على النص ك بليس او اش ناقص اذا كان الواش او شفنا المثال ولا تقسمو على النص ان ا بليس او اش ناقص راكم فاهمين عندنا ورحنا شفنا مثال النشادر ان اش ان اش 3 جماعة ركز معايا ان اش 3 اذا ماذا الان ا او اش عفوا احنا في النشادر ان اش 3 قلنا اساس ضعيف استاذ كيف نعرفوا بلي اساس ضعيف الله اعلم ما تقدرش تعرفوا هو اساس ضعيف ينحل بالطبع راح نشوفوا بعد حسابات انطلاقا منها راح نعرفوا اذا كان الاساس قوي ولا الحمض قوي بالطبع الدرجه الدرجه باش تفهموا معايا مع بعض احنا هذا سامحنا رانا بشوي ماشي دوكا دوكا هو اساس ضعيف ينحل في الماء الاسس الضعيفه تكتبوا لها اش 2 او في المعادله متفاهمين الاسس القويه لا لا اذا ان اش 3
زايد اش اثنين او قلنا الاش اثنين هو او اش او اش. الاساس كيما فهمنا وعرفنا هو ماذا؟ هو ان ا دي دي ديما اش، معناها لو اش الماكي ولا لي او اش او اش، اش بليس هذيك ولا الاش يديها الاساس، خاطر هكا عرفناه ويولي لنا ان اش 3 مع اش، ولي لنا ان اش 4 خاطر زاد لنا اش، وزاد حتى الاش بليس جي لهنا، يبقى لو اش ناقص يا جماعه وحده يقعد هنا. جي يفهم الفيزيك غايه يا جماعه، راك فاهم ابقى الفيزياء، راك معانا يا جماعه مفهوم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتيو معنا الاساس. ما تنساوش تشاهدوا فيديو الحمض، تلقاوه في البلاي ليست كل دروس تاعي مرتبه، سواء في الانجليزيه ولا سواء ماده سواء في الفيزياء. كان معكم انيس مروش، طالب مدرسه عليا للاساتذه، والسلام عليكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ولايك للفيديو وكومنت اذا ما فهمتيش فكره. تشاو.